السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سول عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شقة دوبلكس من المالك مباشرة على بعد 5 دقايق بالظبط مشي للبحر وبجوار الشارع العمومي، تصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل. فيو رائع جدا وبتطل عندي على شارع عرضه 12 متر. شوفنا مع بعض عندي هنا واجهة العمارة، وعندي هنا موجود ده المدخل، مدخل ممتاز جدا ما شاء الله. بوابة عندنا هنا، أسانسير عندي وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا باب حديد على الشقة، زيادة أمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض العرض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. قصادنا هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني، والمطبخ عندنا هنا من الداخل. وعندي هنا ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع ومتشطب كمان كويس جدا جدا، تشطيب جبسون بورد الوان هاديه وديكورات مميزه جدا. عندي هنا سي ان سي، بندخل نبص مع بعض. عندي هنا على غرف النوم والحمام، قصادنا هنا موجود عندي في صالة توزيع الغرف، موجود فيها السلم الداخلي رخام بيطلعنا على الروف. على يمنا هنا موجود عند الحمام، بعد منه مباشرة موجود عندي أول غرفة نوم، ممتازة وجميلة جدا ما شاء الله. التشطيب عندي هنا فوق ممتاز. جنب منها مباشرة موجود عندنا هنا الغرفة التانية، نتشطها برضو عندي كويس جدا جدا، تشطيب جبسون بورد. بنطلع مع بعض نشوف البلكونة ونشوف رؤية الشارع ما شاء الله. عندي هنا تراس رائع وكبير وممتاز جدا، إطلالة ممتازة. عندي هنا على شارع عرض 12 متر وفيو مميز. على نهاية الشارع ده موجود عندنا البحر، شقتنا بتبعد عن البحر ب5 دقايق مشي تقريبا. روت ريسبشن عندي هنا من زاوية تانية، ورؤية المطبخ عندنا هنا من الأمام.
بنطلع مع بعض عن طريق السلم الداخلي اللي بيطلعنا للروف. موجود عندي هنا كمان باب حديد زيادة أمان، قصادنا هنا موجود عندي شواية وكنب من الطوب الفرعوني، وعلى يميني هنا موجود عندي الحمام التاني. قصادنا هنا كنب من الطوب الفرعوني، وعندي هنا الغرفة التالتة ما شاء الله متجلدة برضو عندي من الطوب الفرعوني. تالت غرفة نوم، وقصادنا هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني. وعلى يمنا هنا باقي الروف موجود فيه برضو كنبة من الطوب الفرعوني. نفس الإطلالة ونفس الفيو للشقة. على النهاية هنا موجود عندنا البحر، رؤية المطبخ عندي هنا من الأمام. ما شاء الله تبارك الله، شغل عندي اكتر من رائع، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. وبكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة دوبلكس مميزة جدا، واجهة بحري شرقي في الطابق الخامس بالروف. العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجود عندي اسانسير وحارس خاص العقار، وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء مميزة. احنا عارفين بنستلم اخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للدوبلكس 200 متر، عبارة عن 100 متر لكل طابق. السعر 530,000 جنيه كاش. ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك اليوم بتاعكم، تشتركوا معانا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة والحصرية. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يربيكم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.